20. هاي يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كله جميل. كله حلو. انت ناوي تفتح الكاميرا؟ انا ما افتح الكاميرا طبعا، انا بكلمك وانا في الجريك كامبس، انت عارفه طبعا الظروف. ربنا يقويك. في المقر هنا، فدخلت على طول في روم كده عشان الحق السيشن. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ما احنا عارفين انت مشغول جدا جدا، لا وشكرا والله على ده شرف ليا، شرف ليا والله وجودي معاك، وفي ناس موجودة اهي. هلو هلو، ايه الاخبار؟ كله تمام. طيب الناس اللي دخلت معانا بنرحب بيكو، لو تكتبوا لنا انتوا منين، الباك جراوند بتاعتكو ايه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الفانكشنز اللي انتوا فيها اللي بتشتغلوها؟ هل انتوا من السبلاي تشين، من البلاننج كده، ولا بره السبلاي تشين؟ طبيعة المجال اللي انتوا فيه، اذا كان خدمي ولا صناعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لو ممكن الناس تكتب عشان نبتدي نتعرف. اوكي، اهلا بيك مستر امين من اليمن، ضابط ائتمان البنك التجاري، اهلا بيك. Procurement Manufacturing، أهلا وسهلا. QHSE Auditor، أهلا وسهلا. Egypt خدمي، نشاط خدمي، أهلا وسهلا. Project Management مستر أحمد خليفة من تحديث الصناعة، أهلا بيك. مدرب ريادة أعمال واستشاري مشاريع صغيرة، أهلا وسهلا. مصر أمريكان كوليدج لوجيستكس، أهلا بيك. سامسونج إلكترونيكس، أهلا بيك مستر طارق. مستر مدحت، أهلا بيك. رضا من الجزائر، أهلا بيك. سينيور سبلاي تشين مانجر من فيليبس بولند، ما شاء الله. ديجيتال هيلث كير ترانسفورميشن، أهلا مستر شريف. أسيستنس وير هاوس مانجر Construction حسام عمر، دابر ايجيبت كوزمتكس، اهلا وسهلا. مستر حسن عمر طالب جديد في مجال العمليات، اهلا بيك. سينيور سوفت وير بروجكت مانجر ديجيتال هيلث كير، اهلا بيك. دكتور ضحى باحث اقتصادي مركز البحوث الزراعيه، ايجيبت بوست، اهلا وسهلا. ما شاء الله احنا معانا فرايتي رائعه يا دكتور. ما شاء الله، يعني انا منبهر والله. مخازن الفا، احمد فتحي من مصر، امين مخازن في الفا للخدمات اللوجستيه. استاذه العنود من السعوديه، اهلا بيكي. عبد الرحمن الدوسري مجال لوجستي خدمي من السعوديه، ما شاء الله. علاء الصغير من مصر اسيستنت وير هاوس مانجر، اهلا بيك. احمد ابو حجر مدير مخازن في العربي جروب. لا ففي كولكشن تحفه النهارده معانا يا دكتور. والله يعني انا يعني قبل بس ما ارحب بالناس، انا دايما حابب اشكرك والله، انت عامله امباكت قوي في السبلاي تشين كوميونتي من وانا صغير، يعني يعني بتابعك فما شاء الله عليك، يعني عامله ديسربشن في المجال، ودايما الناس اللي بتحضر معاكي ناس مختلفه، يعني ما شاء الله دايفرستي لطيفه قوي، وناس من بره مصر وناس من جوه مصر وفانكشنز مختلفه، فانا طبعا بشكرهم ان هم خدوا من وقتهم وبيسمعونا النهارده، وان شاء الله يعني تبقى سيشن لطيفه خفيفه كده، ونعرفكم حاجات انا نفسي منبهر بيها في مجال رياده الاعمال ميكس مع السبلاي تشين، ان شاء الله تكون سيشن لطيفه يعني. في البداية أنا بحب أرحب بيك يا دكتور. أولا دكتور هشام، أنا وهو ما تقابلناش فيس تو فيس أبدا. حاجة غريبة على فكرة، ما حدش هيصدق الموضوع ده. لا أنا كنت بقول أنا وهشام عمرنا ما تقابلنا فيس تو فيس، which is interesting. ده يقول إن إزاي السبلاي تشين في حياتنا بيكونكت الناس، حياتنا كلها عبارة عن سبلاي تشين. لما بنتكلم على السبلاي تشين بنقول أنت وأنت رايح الجيم ده سبلاي تشين، في المطعم ده سبلاي تشين، في الجامعه ده سبلاي تشين، في البيزنس ده سبلاي تشين، فسبلاي تشين ده في كل مكان. ف انترستنج، معلش سوري نتورك وكونكشنز. انا تاني هرجع اقول انا وهشام ما تقابلناش فيس تو فيس، ولكن احنا بنشتغل مع بعض. انا بحب فيكي هشام يور باشن، انت ابتديت يور كارير بالسبلاي تشين وابتديت بالام ار بي،
اللي هي الكور بتاع السبلاي تشين. انا عارفاك من زمان وعاجبني اللي انت بتعمله، يس اطلقت على نفسك اسم اللوجستاوي او الناس اللي اطلقت عليك، انا معرفش السورس بتاع الاسم بس شكليات هي يعني. ايه. شكليات كلها مش مشكلة. anyway انت ليك contribution، وانا بحس انك واخدت على عاتقك انك تعمل supply chain innovation summit يوم 18، فI'm very proud باللي انت بتعمله، واحنا كمان بنتعاون مع بعض في الكونفرنس بتاعنا اللي ان شاء الله هيبقى يوم 5 ويوم 6. انا احب وانا بعرف الناس عليك اقول ان انت ليك influence كبير على الطلبة وعلى الشباب وعلى الناس الصغيرين، فالانفلونس ده مهم ان الناس دي تعرف عارفة عن ايه supply chain. في ناس كتير بتتفاجئ لما تروح الشغل يروحوا اداره السبلاي تشين مش عارفين مطلوب منهم ايه، فانت شغال من السورس. دايما علمونا واحنا صغيرين احسن حاجه انك ما تقعش في المشاكل انك تتجنبها. انا دايما بقول للناس الافضل بدل ما تتجنبها ان انا امنعها، وانا شايفه ان انت بتساعد في ده، بتساعد الناس بتعلمهم. فانا مبسوطه ليه؟ لان النهارده التوبيك بتاعنا about entrepreneurs في السبلاي تشين، الناس ازاي تبقى انتربرينور. مجال السبلاي تشين قوي جدا وكبير جدا، ولو كل واحد بس خد تنتوفه صغيره وبقى انتربرينور فيها هيبقى الموضوع رائع. انا كنت لسه الاسبوع اللي فات بتقابل مع حد بيحكي لي على موديل الشركه ابتدت في السبلاي تشين بقت 3 بليون ان 3 ييرز. يعني فالسبلاي احنا تشين هنسمع ارقام دلوقتي مرعبه. ارقام مهمه. في البدايه بنعزم الناس كلها اللي معانا على الكونفرنس، هيكون هشام معانا فيها، نكون كلنا، بس ده برعايه ايبكس او اي اس سي ام. ده هيكون ان شاء الله يوم 5 و6، ده الكونفرنس السادس بتاعنا بتاع سيمبيوس، وهنكون كلنا مشتركين فيه ومعانا ناس من امريكا. ان شاء الله عندنا ايفنت بعدها يوم 18 و19. 19 هنبقى مع بعض برضو في سبلاي تشين انوفيشن سوميت في سمارت فيليج. اتفضل عرف الناس بنفسك. انا بقى في جريك كامبس. ايم سوري، في جريك كامبس انا ما كنتش عندي المايك. يعني ممكن اشير السكرين؟ ممكن تعملي بس اكسس؟ اتفضل شير يور سكرين. اتفضل. طب انتوا كده شايفين صح السكرين واضح؟ اوكي طيب، سريعا كده، انا اسمي هشام العراقي. بجد ثانك يو على الانترودكشن دي، شايفين يعني انترودكشن لطيفه قوي، فمتحرمش منك. انا مهتم قوي بمجال السبلاي تشين من زمان، يعني كنت دايما بقول انا متخرج والاول على دفعتي والجي بي اي 4 وبتاع، ولكن مش في حاجات كتير قوي مش فاهمها في السبلاي تشين. عمري ما خدت كورس، عمري ما حضرت ورك شوب، عمري ما حضرت كونفرنس، فكنت حاسس ان في جاب كبير قوي. من ساعتها بدات يبقى الفاشن بتاعي الاساسي ان انا بيلد كوميونتي في مجال السبلاي تشين، ان اي حد يا جماعه عايز يتعلم المجال، عايز يقابل منتورز، عايز يحضر كونفرنسز، عايز يشوف سيشنز، عايز يخش تريننج، يكون في كوميونتي موجوده في مصر قويه تقدر سبورت الشباب دول. فببساطه كده، انا كل دراستي في مجال السبلاي تشين ولوجيستكس، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، الحمد لله لسه خلصت دكتوراه من حوالي شهرين ثلاثه كده. فكل الدراسه بتاعتي في المجال بتاع السبلاي تشين، خدت بتاع 20 30 كورس كده ودبلومه في المجال. واول ما بدات عملت سبلاي تشين سوسايتي كده صغيره للطلبه اسمها سبلاي تشين سيكريتس، وبعد كده اشتغلت في الاكاديميه كدكتور محاضر في كليه لوجيستكس وسبلاي تشين، وماسك السبلاي تشين انكيبيتر في الاكاديميه، وهو دي حاضنه الاعمال اللي بنطلع فيها الستارت ابس ان هم يقدروا يعملوا البيزنس بتاعهم في مجال السبلاي تشين ولوجيستكس. وبعد كده عملت اسوسيشن، ودي كانت اول اسوسيشن ان جي او في مصر، حاجه زي ايبكس وزي اس سي ام بره، ولكن قلنا نعمل حاجه هنا في مصر نجمع فيها كل الاكسبرتس الموجودين وات ايفر البوزيشن او الاندستري اللي هم فيها، بحيث ان احنا يكون عندنا ريفرنس قوي من الناس المتخصصه الخبراء في مجال السبلاي تشين في مصر. وبعد كده بقى كان كل اهتماماتي ان انا اعمل هاب او ايفنت كبير يجمع فيه كل ما له علاقه بالمجال، سواء كانوا طلبه او فريش جرادويتس او ستارت ابس او ناس من الاندستري كبيره او ايفن ناس من الجفرمنت، بحس ان هو دوت يكون المكان التو دايز اللي بيجمعوا كل الناس. وده ان شاء الله هيبقى سبلاي تشين سامت، هتعمل للمره الثالثه، وهيبقى في البريك كامبس يوم 18 و19. 18 ده اونلاين، و19 دوت هو اللي هيبقى اوفلاين. وعامل بيج كده اسمها لوجيستاوي، بحاول بقدر الامكان نعمل حبه حاجات على السوشيال ميديا نفهم الناس اكتر مجال السبلاي تشين واللوجيستكس وهكذا. مش عايز اطول في الانترودكشن، بس انا من الناس اللي بتحب المجال جدا ونفسي اساعد بقدر الامكان، عشان كده حتى يمكن لما شيرين قالت لي فانا بنحب جدا كوبريشن. هي ما شاء الله بتعمل كونفرنس معروف بقاله سنين، وانا بعمل سامت، فاحنا هنعمل في الويك ده حاله كده ان شاء الله مختلفه في مصر، ان هيكون في السامت وهيكون في الكونفرنس بتاعها في نفس الشهر. فخلينا نبو ثرو كده على طول البرزنتيشن او التوبيك بتاعنا.
هو لو لاحظتوا كده هتلاقوا ميكس ما بين حاجتين، احنا بنتكلم عن حاجه اسمها رياده اعمال انتربرينور شيب، وفي نفس الوقت بنتكلم على سبلاي تشين. الميكس بتاعهم كده اسمه انتربرينوريال سبلاي تشين. سبلاي تشين اصلا كلمه الناس لسه في ناس كتيره مش مجمعاها قوي، والانتربرينور شيب لسه برضه يعتبر نيو ترند في مصر، فلما نجمع الاثنين فممكن الناس تحس ان ده توبيك مكلكع وصعب، لكن خلينا نبسطه بقدر الامكان. ببساطه شديده، ببساطه شديده جدا، يعني ايه انتربرينور شيب او رياده اعمال؟ يعني انا قررت ان انا افتح البيزنس بتاعي، يعني خلاص مش عايز اشتغل موظف في الشركه. ودوت في ناس كتيره بتحب تشتغل في شركات مالتي ناشونال، وفي ناس بتقول لا انا عايز ابقى عندي الشركه بتاعتي وعايز ابقى مدير نفسي واعمل حاجه بالكرياتيفيتي اللي انا عايزها وبالاسلوب اللي انا عايزه. عايز اسالك سؤال كده، في حد ان هو انترز ان هو يفتح شركته؟ قولوا لي بس كده يس اور نو. واللي هيقول نو ده على فكره عادي جدا، احنا من هو مش الاوبجكتيف بتاعنا نقول كل الناس تفتح شركتها، انا بس عايز اعرف كده لو في حد انترست ان هو يفتح شركته يقول لي بس كده على الكومنتس، عشان ده التوبيك بتاعنا مينلي، انك ازاي تقدر تفتح يور اون بزنس في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس. ولكن دايما بنقع في مشكله اللي هو اي حد يفتح شركه يبقى اسمها ستارت اب؟ هو ده السؤال دايما اللي الناس بتختلف عليه. فخلينا نقول ببساطه لا، لان احنا عندنا شركات كتير قوي. لو احنا هنفتح شركه في مجال اللوجيستكس فطبيعي ان انا افتح شركه شحن او شركه استيراد تصدير او شركه نقل، مش الكلام ده موجود؟ موجود ومحترم جدا وفوق دماغنا، لكن هل نقدر نقول عليه ان ده ستارت اب؟ هو ده السؤال المهم. في الحقيقه لا، ده ستيل اتحط تحت حاجه اسمها التراديشنال بيزنس، او ان انا بفتح مشروعي اللي بيجيب لي فلوس، اللي انا ببقى فيه مدير نفسي لكل حاجه، ولكن مش ستارت اب. فستارت اب دي يعني شركه ناشئه ليها حبه كرايتيريا مختلفه وليها كده ايه مايند سيت مختلف. خلينا نعرف امتى لما اجي حد يقول لي انا هفتح شركه تقليديه اقول له دي شركه تقليديه، وامتى لما حد يقول لي يفتح ستارت اب فابقى عارف ايه الكريتيريا الاساسيه بتاعت الستارت اب. طيب خلينا نقول ان في اربع حاجات اساسيين عشان نقدر نقول لا انا بالنسبه لي ده كده ستارت اب. فاي حد يشوف الاربعه كريتيريا دول يقول لا ده ستارت اب مش تراديشنال بيزنس. اول حاجه انوفيتيف ايديا، يعني ايه يا جماعه؟ اللي عايز يفتح شركه لو هي فكره مبتكره، فكره جديده، فكره مش مهروسه في السوق بالطريقه التقليديه، اذا انت دوت اول معيار نقدر نقول عليه ان دي ستارت اب مش تراديشنال بزنس. ولازم يكون ليها احتياج، وانك بتحاول بقدر الامكان بتعمل فكره جديده وتسهل على الناس حياتها ببساطه شديده. وهناخد اكزامبلز عشان خاطر نفهم الناس اكتر. فرقم واحد كده لما تيجي تبص اقول لك، هو انت مثلا لو شركه شحن عادي فطبيعي انك تبص، طب ما في 100,000 شركه شحن موجوده في مصر، طب يبقى فين الانوفيتيف ايديا هنا؟ اهو لا، دي ستيل تراديشنال بزنس فوق دماغنا ولكن مش ستارت. تمام، دي كده اول حاجه. الحاجه الثانيه، هتلاقي دايما الستارت ابس بيستخدموا التكنولوجي بشكل او باخر. التكنولوجي ممكن تبقى ممثله بكذا شكل، ممكن نقول ان هو بيعمل موبايل اب، او ممكن نقول ان هو بيعمل ويب سايت او سوفت وير معين، او ممكن نقول ان هو بيستخدم النيو ترند زي الحته بتاعت الارتفيشال انتليجنس والاوجمانتد رياليتي والبيج داتا والديتا اناليسيس وال 3 دي برينتنج وهكذا. اذا هو بيستخدم نيو تكنولوجي فيقدر يصنف ان هو واحد من ضمن الناس اللي بتعمل تكنولوجي، اذا هو ممكن يكون ستارت اب. ده تاني معيار. ثالث معيار والمهم قوي، السكيلابيلتي، او ان الشركه دي تقدر تكبر بشكل غير طبيعي. في ظرف سنتين ثلاثه بيحصل لها حاجه اسمها الاكسبوننشال جروث، اللي هو لو حضرتك النهارده واخد مليون جنيه، السنه اللي جايه فانت الريفينيو بتاعتك مليون دولار، فاللي بعديها 100 مليون، فاللي بعديها بليون. الكلام ده هنشوفه بارقام. فبتلاقي ان هو في ظرف سنتين ثلاثه الشركه راحت في حته ثانيه خالص، غير التراديشنال بيزنس اللي هو بينمو النمو الطبيعي، ان انا سنه عن الثانيه عن الثالثه بكبر، ولكن بكبر بالطبيعي الراندم بتاعي العادي. لكن دايما الستارت اب بتلاقيها في ظرف 30 سنتين ثلاثه كده راحت في حته ثانيه خالص وبقت معاها ملايين. فده برده معيار من ضمن المعايير اللي احنا بنقول عليه، لا هو ده سكيلبل ولا لا. ودايما السكيلابيلتي دي بتيجي لما انت بتكون بتكبر وتتوسع بشكل ملحوظ من غير ما تشتري اسيت، بيسموه دايما اللايت اسيت او الفري اسيت، ان انت مش لازم تشتري مكان، مش لازم تشتري عربيه، مش لازم تشتري مخزن عشان خاطر تقدر تكبر. لا، بتستخدم السكيلابيلتي بتاعتك دي من غير ما يكون عندك اسيت. وبرده هناخد حبه ايه افكار وحبه ستارت ابس عملت الكلام ده عشان نقدر نريليت. اذا ببساطه شديده لما دي اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم عايزين نقرر الشركه اللي انت هتفتحها دي شركه تقليديه ولا ستارت اب، لازم نبص على اربع حاجات دول. هل هي فكره مبتكره ولا لا؟ بتستخدم التكنولوجيا بشكل او باخر ولا لا؟ هل دي سكيلبل على مدار
السنتين 3 4 اللي جايين هل هتكبر بشكل مرعب ويبقى فيها جروث باين وواضح ولا لا؟ فاول ما تشوف دي نبدا نقرر بعد كده ده تراديشنال بزنس ولا ستارت اب. انا عايز اشوف في ناس اهو عايزه تفتح البيزنس بتاعهم تمام جميل، وفي ناس لا برافو مفيش مشكله خالص ما اختلفناش حلو، بس المعظم بيقول اه لا ليه لا ان احنا ما نفتحش يعني ما عايزين نفتح البيزنس بتاعنا حلو قوي. فلو استقرينا على اللي احنا بنقوله ده مهم قوي عشان ده هيفرق معانا كتير. طب تعالوا كده ناخد امثله بسيطه جدا على حاجات مش في مجال السبلاي تشين، حاجات عامه كده عشان خاطر نبقى بس نعرف نور. لو انا دلوقتي هفتح مطعم عادي، هفتح مطعم دوت يعتبر تراديشنال بيزنس ولا يعتبر ستارت اب؟ لو انا هجيب تاكسي هركب عربيه هشتري عربيه عشان اشتغل عليه، لو انا هفتح عياده، طب لو انا هملك اوتيل، بصوا بقى اكبر حاجه، لو انا هفتح مدرسه او جامعه، كل الحاجات دي عايزكم تقولوا لي ده تراديشنال بيزنس ولا ده ستارت اب؟ مطعم عادي، عربيه، عياده، فندق، جامعه، اي حاجه من الحاجات دي كده من وجهه نظركم ده تراديشنال بيزنس ولا ده يعتبر ستارت اب؟ طيب تراديشنال it depends ماشي traditional اوكي traditional هايل برو تمام، يعني انتوا شايفين ان ده يعني بزنس ولكن تقليدي traditional ماشي جميل. طب من وجهه نظركم بقى عشان السؤال ده مهم، لو كل واحده من دول هنحط ان انا هشتغل في نفس الاندستري في نفس المجال ولكن هعملها بالفكر الاربعه اللي احنا قلنا عليهم innovative idea وليها جروث كبير وسكيلبل وممكن استخدم فيها التكنولوجي، فعلى سبيل المثال الجزء بتاع المطعم ده ممكن شركه زي مين دلوقتي اللي موجوده في مصر اللي احنا بنطلب منها مثلا حاجات ليها علاقه بالاكل، بدل ما افتح مطعم ممكن اعمل ايه؟ طلبات هاي ده انتوا شاطرين قوي ما شاء الله خلاص. طيب تعالوا كده نشوف مثلا على سبيل المثال طلبات دي، هل طلبات بيتوفر فيها كل اللي احنا قلناه ولا لا؟ بريكفاست ماشي حلو. طيب اولا هي انوفيتيف ايديا كانت فكره اول ما طلعت فكره مختلفه، وسكيلبل بمعنى ايه بقى؟ ان انا بدل ما انا هفتح مطعم وربنا يكرمني بعد سنه سنتين وابدا اجيب فلوس وافتح مطعم تاني فده هياخد لي بروسس طويله والجروث بتاعه مش سريع، لكن انا دلوقتي رحت عامل بلاتفورم وانت يا جماعه اي حد اي مطعم جنبي انا هحطك على بلاتفورم ده، اذا بدل ما انا يكون عندي مطعم واحد لا انا بص انت بتخش على طلبات بيبقى عندك كام مطعم موجود، اذا هل ده سكيلبل ولا لا؟ ده سكيلبل، انا بقول لك بدل واحد بقى عندك 200 300 400 مطعم. ف وبتستخدم تكنولوجي وانت قاعد في البيت موبايل اب تقدر تطلب اللي انت عايزه. طيب هل دوت بيكبر؟ اه بيكبر بشكل مضاعف. اذا يبقى احنا رايحين في الدايركشن بتاع ايه؟ بتاع الستارت اب. طيب حلو جدا. الترن ستارت اب اف يو ابلايد فور يس بالظبط، يعني احنا لو قدرنا نطبق الفور برنسبلز اذا انت رايح ناحيه الدايركشن بتاع الستارت اب. مش شرط طبعا اطلب بقى في المنيوز وفي حاجات كتيره جدا ولكن احنا كده فهمنا السكه. طيب الجزء بتاع العربيات ده طبعا معروف جدا اللي هو زي اوبر وكريم وان درايف والشركات اللي طلعت دي اللي هو بدل ما حضرتك برده نفس الكلام املك عربيه واشتري عربيه وبعد كده اشتري عربيه ثانيه واشتري عربيه ثالثه لما ربنا يكرم، لا يا جماعه اي حد معاه عربيه يتفضل عندي على البلاتفورم وانا اللي هعمله اللي انا هعمل بلاتفورم يعمل ماتش ميكنج ما بين كل الناس دي بالظبط كده. ونفس الكلام لو باصز يبقى احنا رحنا فين؟ الحته بتاعت ايه؟ بتاعت سوافل وي ووبر باس وهكذا. فنفس الدايركشن تكنولوجي سكيلبل مش هملك اسيت والموضوع بالنسبه لي بيبدا يكبر بصوره كبيره. احنا طبعا في ناس قالت فيزيت على طول ماشي برافو، يبقى بدل نفس الكلام العياده بدل ما افتح عياده لا انا بلاتفورم فيها كل العيادات فيها كل الدكاتره بقدر عليها ريتنج والموضوع بالنسبه لي بقدر اخد ريفينيو من ده او من ده وانا قاعد في البيت والموضوع بيكبر. طبعا ليه تشالنجز وليه صعوبته بس هنتكلم فيها يعني بعدين. هاي طيب واخر حاجه الموضوع الفندق ده او الحته بتاعت الاماكن اللي انا ممكن اقعد فيها، مش عارف حد يقدر يقول لي ده ولا لا؟ لو بديل للاوتيلات اير بي ان بي بالظبط. طب يا جماعه ما شاء الله والله انتوا زي الفل حلو قوي. فاير بي ان بي يا جماعه ببساطه اي حد عنده مكان يصور المكان دوت ويرفعه على ويب سايت معين، بص بقى كام واحد في العالم هيرفع المكان ده، فانت بالنسبه لك بقت سكيلبل بقت ريتش بكل الناس. طيب بالظبط في بقى عندنا بوكينج عندنا اماكن ثانيه فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. طب لو جامعات او كورسات او حاجه زي كده بدل ما انا افتح مدرسه او افتح جامعه، بصوا كام حاجه اونلاين دلوقتي بدات تتقال عن طريق الايه؟ انا مستني حد يقول لي بس في الحته بتاعت الكورسز او الكلام ده. كورسيرا برافو استاذ كيوديمي ماشي هايل. طيب حلو قوي.
يبقى ده الموضوع من حيث المبدا. طب تعالوا بقى نشوف الستارت ابس اللي في مجال السبلاي تشين، هنحول التراديشنال للستارت ابس. تمام، يبقى احنا كده عرفنا احنا بنفكر ازاي. طيب دي يا جماعه التراديشنال بروسيس بتاعت السبلاي تشين العاديه، ده انتوا اكيد عارفينها. احنا بنتكلم ان البروسيس دي ممكن تطول عن كده او ممكن تقصر عن كده، ولكن بتبدا بالبلاننج الاول، والبلاننج طبعا تحتيه حاجات كتيره. بعد كده الحته بتاعت البروكيورمنت، ان انا عايز اشتري الحاجات وابدا ادور على الموردين، اشتريت الحاجه ببدا انقلها، النقل دوت ممكن يبقى نقل بري، يبقى نقل بحري، يبقى نقل جوي، نقل بالسكك الحديديه وات ايفر. الحاجه دي وهي جايه في الطريق خايف عليها، فاضطر امن عليها، فبعمل انشورنس، وعشان خاطر تخرج من البلد اللي هناك وتخش البلد دي، فانا محتاج الحته بتاعت التخليص الجمركي او الكاستمز كليرنس. الحاجه جت ان هوت عندنا، بتبدا بعد كده تخش في المخزن بتاع البو ماتيريال، وبعد كده بتبدا تخش من مثلا الرو ماتيريال، بتبدا تخش على خط الانتاج، بتتحول من رو ماتيريال لفينش برودكت، وبتعمل على اخر خط الانتاج العمليه بتاعت الباكينج والباكجينج، بعد كده بتتحط تاني في الوير هاوس بتاع الفاينل او الفينش برودكت، بعد كده بتبدا تتعمل عمليه الديستريبيوشن وتروح للهول سيلر والريتيلر وفي الاخر الكاستمر، ولو في حاجه بالاخر بيحصل عمليه الريفرس لوجيستكس. صح؟ يبقى ده التراديشنال بروسيس العاديه خالص بتاعه الايه سبلاي تشين، سواء كانت اكبر من كده او كانت اصغر من كده على حسب كل شركه بتعمل ايه بالظبط. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي لو انا بفكر ان انا افتح ستارت اب في مجال السبلاي تشين؟ افتحها في اي حته من دول؟ ولو انا هفكر افكر ازاي؟ فخليني اقول لكم ببساطه، والقاعده الاساسيه اللي احنا دايما بنبني عليها اي ستارت اب، ان لازم يكون في حاجه اسمها البين. يعني ايه بين؟ يعني اي مربع من المربعات دي اكيد فيها تشالنجز، اكيد كل بلوك من دول في بلاوي عندنا في السبلاي تشين. احنا طبعا كلنا عارفين، لو اي حد شغال في المجال، فانت لو سبت مربع من دول هتطلع كميه تشالنجز لا تنتهي. تمام، في حد بيقول لي وير هاوسنج، انت الوير هاوسنج ده لوحده في كلاكيع، لو قدرت تمسك بس وتقول لي كده طلع لي 50 60 مشكله هتطلع. ترانسبورتيشن نفس الكلام، ترانسبورتيشن كمان يعني ايه، علم واسع شويتين ويتفرع منه حاجات كتيره فهنتكلم. ولكن اللي انا بقول لك عليه ان حضرتك لو فكرت تمسك اي بلوك من دول وتطلع منها بين حقيقيه او نيد، احتياج، تشالنج معين الناس بتواجهه، تقدر تبني عليه ستارت اب كامل. يبقى انا وانا بفكر، عشان نقدر نقول ان ده لوجيستكس ستارت ابس، فلو في مشكله في البلاننج، تعالوا كده نفكر مع بعض ايه اللي في البلاننج ممكن يكون فيه مشكله، ايه اللي في الفوركاست ممكن يكون فيه مشكله، واحنا عارفين ان الفوركاست اولويز رونج او نوت اكيوريت، فده طبعا في حاجات كتيره قوي. طب ايه الحاجات اللي في البروكيورمنت فيها مشاكل وفيها تحديات؟ وخلي بالكوا البين او المشاكل دي مش معناها كوارث، انا ممكن امسك حته اسهل حياه الناس فيها بس. يعني لو البروكيورمنت سايكل العاديه بتحصل مفيش مشكله، طب انا ممكن بس اسهلها، اخليها مور الكترونيك، احط داخل الحته بتاعت الديجيتاليزيشن، فانت ممكن تتم كل حاجه في البروكيورمنت بروسيس ثرو البلاتفورم بالظبط. العمليه بتاعت الفلكتويشن، فلكتويشن طبعا ده الديماند، وده طبعا حته الاكسبانينج دي مرعبه. تقدر مظبوط تريديوس الباتل نيكس اللي موجوده، البروكيورمنت الحته بتاعت السورسنج، وازاي تختار السبلايرز وتقيم السبلايرز اكوردنج لايه، وتعمل الكومباريزن ما بين كل اوفر وجاي لك، وده طبعا كله دلوقتي بقى كله ديجيتالايز. واحنا كمان انا عارف يعني ما شاء الله سيمبيوس وشيرين مهتمين قوي الحته بتاعت الديجيتاليزيشن، فهو حرفيا الجزء بتاع الديجيتاليزيشن ده جزء كبير قوي من رياده الاعمال، انك بس تاخد ده وتحوله ان هو تعمل ستارت اب بتاعتك ثرو الحته بتاعت الانيبلنج، او انك تسهل حياه الناس او تخليها مور. في حد بيسال حاجه، عبد الرحمن الدوسري مجال اوكي مسج قريب هي. فببساطه كده حضرتك هتمسك كل حته وتبني عليها الستارت. احنا لو قعدنا حرفيا نطلع كل فانكشن من دي فيها مشاكل قد ايه، هو ده المطلوب عشان خاطر تفكر انك تبني ستارت اب صح. يا اما حضرتك هتعمل الستارت اب وتحطها جنبك، لا هيبقى فيها نيد ولا هيبقى فيها ديماند ولا حد هيشتري منك الستارت اب بتاعتك، كل ان هي مالهاش احتياج. لكن لو انت بنيت على اساس صح ان في بين او في تشالنج في السوق في نقطه معينه في اي مربع من دول، يبقى انت كده ماشي صح. طيب تعالوا كده نشوف الشركات اللي في مصر اللي عملت ستارت ابس عملت ايه في الحاجات دي. ايه رايكم في الماب دي؟ الماب دي انا عملتها بقول فيها ان يا جماعه دول الستارت ابس اللي موجوده في مجال السبلاي تشين في مصر،
وكل تراك دول يا هشام هشام دول متجمعين في حاجة معينة أو يعني مت يعني ليهم association أو ليهم حاجة ليهم accessibility؟ بصي في جزء منهم موجود في incubators و accelerators. يعني أنا مثلا في incubator عندي 10 منهم بس في ناس تانية موجودة بقى في الماركت المصري عادي شركات مفتوحة يعني ما لهمش حتة تلمهم قوي ولكن يعني هم موجودين في الإيكو سيستم بتاعنا أنا لميتهم في الماب يعني حاولت أتكلمهم في الماب ومعنا الكونتاكت بتاعتهم طبعا لو محتاجين نكوميونيكيت معاهم ولكن أنا حاولت أقسم طب إحنا عندنا برضو إنيشيتيف برضو في سيمبيوس أنا عايزة برضو يعني أقوله لك إن إحنا بنجمع الداتا بتاعت الناس دي عشان يبقى في مكان الناس تتجمع فيه مع بعض كداتا بيز أو داتا فإن شاء الله نتعاون سوا في الحتة دي أيه. أنا معايا كل الداتا بيز وأعرفهم كلهم شخصيا كلهم ناس بتنشن لأي كوبريشن اتفضل كمل يا فندم كم أحمد شرقاوي هو واحد من ضمن الناس موجود إكس تي بي إس طيب حلو هو الصوت مش مسموع كويس ولا مسموع كويس عشان في ناس بتقول الفويس نوت كلير انا سامع كويس قوي انا سامع كويس اوكي خلاص حلو قوي فخلينا نقول كده ان احنا قسمنا هنا اهو يعني انا جيت بقى شفت البلوكس اللي فاتت دي طب ما تيجي نشوف بقى كل بلوك من دول الستارت ابس لما فتحته عملت سيكتورز بشكل مختلف شويه فعلى سبيل المثال في سيكتور وده من اكتر السيكتورز اللي موجوده هنا في مصر يمكن في العالم يعني الحته بتاعه الدليفري والفولفيلمنت الحته دي يعني من اكتر الحتت اللي الناس بتحب تفتح فيها دايما ستارت ابس ولو دخلنا في الحته بتاعه ترانسبورتيشن وفي الفيلم انت هتلاقي ان كل حد من دول عامل بيزنس موديل مختلف يعني مش كلهم شبه بعض مش كلهم بيقلدوا بعض لا كل حد عامل حاجه مختلفه فانا مش عارف انتوا تعرفوا مين من الشركات دي بس اكيد هتعرفوا شركات كتير منهم فمثلا ترانسبورتر وسبرنت وار 2 اس واكس تي بي اس وفورا وسيرفو وموفيكس ورابت كل دي شركات ومايلرز ومرسول ومايلز مور يعني اكيد تعرفوا جزء كبير منهم طبعا دول بقى دول بقى لو ركزت كده هتلاقي ان في منهم بيعمل دليفري بس وفي منهم بيعمل دليفري وفولفيلمنت مخازن واللي منهم مثلا على سبيل المثال بيعمل دليفري هتلاقي في واحد بيعمل لاست مايل دليفري بس وفي واحد ميدل مايل وفي واحد فيرست مايل وفي ناس بتسلم بعد 20 دقيقه وفي ناس اون ديماند اسمها وفي ناس في نفس اليوم وفي ناس بعد 24 ساعه في ناس بتمتلك اسيتس بتمتلك عربياتها وبتمتلك الموتوسيكلات بتاعتها وبتمتلك مخازنها في ناس ما بتمتلكش خالص في ناس بتعمل نص ده ونص ده في ناس بتنقل كل البضائع وفي ناس بتنقل عفش بس وفي ناس بتنقل الاكل بس وهكذا اذا انت لما تيجي تبص على كل بزنس موديل من دول انت لازم يكون عندك فيها كومبيتيتيف ايدج لازم يكون عندك ميزه تنافسيه ما ينفعش تاخد كوبي بيست هاويفر انك لو خدت كوبي بيست الماركت كبير فمفيش مشكله يسيع ولكن كل حد من دول بيعمل حاجه مختلفه عن الكمبيوتر بتاعه وهي دي ميزه الستارت اب ان انا حتى دلوقتي بقيت اشوف الستارت اب اللي طالعه الناس بتعاني منها في ايه واحلها انا في ستارت اب ثاني فالموضوع بقى مختلف تماما في المايند سيت يعني مثلا على سبيل المثال رابت يعتبر من اكتر الستارت ابس اللي طالعه جديده اللي هي بيت واحده على الشمال من تحت قال لك لا يا باشا احنا مش هنصور مش هنوصل في نفس اليوم احنا هنوصل بعد 20 دقيقه وهنعمل حاجه اسمها الدارك ستورز مثلا فعمل موديل مختلف وهيخش للكومبيت بي فورا وفلاك ستوك قال لك لا ده في دلوقتي اي كوميرس كتير قوي واحنا هنعمل فولفيلمنت سنتر للناس بتوع الاي كوميرس اللي هتركز على السمول وميديوم انتربرايزز مرسول ده اكيد ممكن نكون كلنا جربناه ده اشخاص هي اللي موجوده في سبوتس مختلفه وتطلب اي حاجه من اي حته حتى لو مديره مفاتيح او بنطلون انا طلبت كام منه بنطلون جينز نسيته عندي بكره ميتنج مهم فيا جماعه اعمل ايه راح تكلم جالي البنطلون لحد عندي والدنيا فكل حد زي ما بقول لك كده بيسهل حياه الناس سبيشالي في مجال الحته بتاعه اللوجيستكس اللي احنا بنتكلم عليه طيب ده لو احنا بنتكلم على الحته بتاعه الاولانيه الجزء الثاني بتاع الاي كوميرس ده بقى فيري فيري بومينج ومجال كبير وكل الناس بقت مهتمه بالاي كوميرس طب مين بقى يسبورت الحته بتاعت الاي كوميرس دي كتيره قوي وسبيشالي بقى احنا عندنا في السبلاي تشين الحته بتاعت الهول سيلر والريتيلر والكاستمر دي اتعمل فيها حاجات يعني ما تخطرش على البال يعني عندنا مثلا كابيتر وفاتوره وكرتونه ومين تاني ومكسب
دول من اكتر الحاجات اللي حلوا مشكله معينه ما بين الهول سيلر والريتيل. فعلى سبيل المثال قال لك لا ان هو في حبه معاناه شويه ما بين تاجر الجمله وتاجر التجزئه او المصانع وتاجر التجزئه. فقال لك لا احنا هنعمل بلاتفورم ونعمل موبايل ابلكيشن ان السوبر ماركت العادي خالص على اخر اليوم هيحس ان البضاعه بتاعته بدات تقل، هيكتب الاوردر اللي هو عايزه والبضاعه هتجي لك من المصنع ليه. هم طبعا الانترميديت او الوسيط ما بين المصانع وما بين تجار التجزئه. فانت متخيله ان هم وصلوا لايه؟ شوف الفين، شوف الناس متضايقه فين، الكشاك متضايقه، طب ايه مشاكلها؟ مشاكل ان انا الحاجه بتيجي بتتاخر عليا، بشتري الموضوع بفلوس اكتر، الموضوع ما بيبقاش سعره قليل، الحاجه دايما بتيجي فيها مشاكل، خلاص يا جماعه احنا هنخش نحل لكم الحته دي. فاحنا الوسيط بتاعكم ما بين المصانع وما بين تاجر التجزئه وهكذا. لا استني برودكشن فيز هقول لك دلوقتي يا رضا ايه مين اللي عامل ايه في البرودكشن. هقول لك كل حته معمول فيها ستارت ابس. الاي بروكيورمنت او ديجيتال بروكيورمنت تيرفكس من الشركات اللي موجوده عندنا في الانكيبيتر وعامله موديل عظيم. يعني هي حرفيا بتقول يا جماعه ان خلاص نو مور بروكيورمنت بروسس تقليديه، كل حاجه ممكن تتعمل ثرو البلاتفورم بتاعها. فانت بدايه من عندهم نتورك، شبكه علاقات مهوله بكل السبلايرز بكل الاندستريز، بتخش سيلكت السبلاير انت عايزه، تعمل معاه تندر او ريفرس اوكشن، وتشوف الاوفرز اللي بتجي لك وبتعمل فيها ايفالويشن، والسعر بينزل بتلاقي كذا واحد بيفصل في الاسعار لحد ما تختار ارخص سعر بنفس التكنيكال سبيكس اللي انت عايزها، وتقدر تعمل معاه البي او وانت قاعد وكل حاجه تخلص. يعني ان شاء الله، يعني حتى كنت عامل بروجرام كده بجمع فيه اللي هو اسمه لوجستاوي اون اير، ده كنت بجيب فيه الستارت ابس بيحكوا على المودلز بتاعتهم هم بيعملوا ده ازاي. نفس الكلام فريت انكور دوت، احنا عارفين شركات الشحن التقليديه، فلا نو مور شركات شحن تقليديه، باشا قول لي انت عايز تبعت ايه منين، ايه الديستنيشن بتاعتك، وعايز تبعت نوع بضاعه ايه بوزن ايه، وانا هقول لك اكوردنج اللي انت عايزه ده احسن موديل واحسن سعر واحسن شركه شحن ممكن توصل لك ايه. انا وسيط ما بين الامبورترز وما بين الثري بي الز شركات الشحن وما بين الناس اللي عايزه ايه تشحن حاجات البايرز والسيرفيس بروفايدرز، وهنعمل ماتش ميكنج ثرو البلاتفورم ده. فما بقتش بقى ان انا اروح لشركه اكس انا هبص طب انتوا عندكم ايه، انا عايز ايه، طب انتوا سعركم كام، لا ده انا بيجي لي الكلام ده كله على بلاتفورم واحد. فعاملين حاجه مختلفه تماما. في ناس مهتمه بالحته بتاعت التراكنج والتريسنج، ولان دايما انت لما تيجي تعمل تجيب اي شحنه ولا حاجه بيجيب لك الحته بتاعت الاوشن فريت اللي هو الحاجه فين في البحر، طب باقي الحاجات فين، هي طب هي طلعت من المورد راحت المصنع خلصت من الجمارك وصلت لحد عندك. بقت في ناس مهتمه ان هي شغاله فوكسنج على الحته بتاعت التراكنج والتريسنج. انتوا متخيلين الباكجنج والباكنج فيها مشاكل كتيره، ان مش هي دي احسن كواليتي، طب انا عايز اعمل حاجه كاستمايز، طب الماتيريال تكون مختلفه، ففي ناس بقت تشتغل على ده. طب حد بيسال يا هشام على البلوك تشين. البلوك تشين من الحاجات اللي لسه لحد دلوقتي في مصر محتاجه تتظبط شويه، لانها دايما بتتابع معاها الجزء بتاع الكريبتو كرنسي والبيمنت، لكن بدات حاجه زي الاس اي دي اللي شغال حاليا ده يعتبر جزء من البلوك تشين. ان الموضوع يبقى كله مش اوثرايز تحت شخص معين، لا الموضوع كله بيمشي اوتوميتد، والدوكيومنتس بتتعمل ثرو سمارت كونتراكتس وهكذا. ولكن في مصر لو احنا بنتكلم في مصر لسه دي مش احسن حاجه. ليه؟ لان كان في مشاكل مع البنك المركزي بشكل او باخر، ان لسه الموضوع دوت محتاج يتظبط قانونيا ومع البنوك عشان يبدا يتم البلوك تشين كامله. لكن كاوتوميتد بروسيس بدات تتظبط شويه، بدا الموضوع يبقى من غير دوكيومنتس شويه، بدات يبقى في حاجات في الجمارك بنحاول نظبطها. ولكن بره مثلا فتلاقي ميرسك عامله حاجه مع اي بي ام ثرو البلوك تشين، فكل حاجه اوتوميتد، الدوكيومنتس كلها بتتبعت، الكونتراكتس كلها واي بي ام ودي برضه في مصر بيحاولوا، يعني كانوا بيتكلموا برضه على موضوع البلوك تشين. اي بي ام مشهوره في الحته بتاعت البلوك تشين وبيحاولوا يعني، بس لسه ما وصلوش للبيست موديل يعني، بس بيحاولوا يعني، هم من اوائل الناس اللي هتعمل حاجه ان شاء الله فيها قريب. ده بالنسبه للبلوك تشين. الداتا ساينس من الحاجات اللي مهمه جدا، ان انت دلوقتي يعني سيركل بي دي مركزه على شركات الشحن، فاحنا يا جماعه بنجيب كل شركات الشحن نعمل سيرفي ايه مشاكلكم، انا هاخد الداتا بتاعتكم واعمل لها اناليسيس، وبناء عليها هبدا بريدكت الاوردر ده هيوصل ولا مش هيوصل، واحسن حاجه المفروض يوصل الساعه كام. فمثلا انا عارف ان شيرين لو بعت لها الاوردر دوت الساعه 3 العصر
فمش هتبقى موجوده، فنسبه 80% من الاوردر دوت مش هيستلم، مش محدش هيستلم. فبداوا يعملوا برودكشن واناليسز الاحسن اوردر يطلع امتى وهو رايح لمين. فده شغال بالديتا ساينس، يعني ده قاعد بيحاول يظبط البيهيفير بتاع البني ادمين اكوردنج للديتا والشحنات السابقه، ده هيظبط ازاي. السبلاي تشين شيرد ايكونومي ده موديل تاني فرصه هاب عاملاه، بتقول يا جماعه ان في حاجات كتيره مش مستغله في مصر، في ريسورسز كتيره مش مستغله في مصر، في مصانع البرودكشن لاين بتاعها في كذا برودكشن لاين بتاعهم مش يوتيلايز، في مخازن مش مستغله للاخر، في عربيات مش مستغله. اذا تعالى نحط كل الناس اللي عندها فرص، عشان كده يمكن اسمها فرصه هاب، على بلاتفورم واحد، واللي عايز يخش يبدا يتعامل. فانا بجمع لك كل الاوبورتونيتيز اللي ممكن انت تحصل عليها، وفي نفس الوقت الطرف الثاني يبقى عنده فول يوتيلايزيشن للحاجات الميسنج اللي عنده، فيقلل الكوست ويستفيد بيها، ونفس الثاني ونفس الوقت يبقى في اوبورتونيتيز للناس الباقيه. انت متخيله الحاجات الناس بتركز في ايه وتبدا بناء عليها تعمل ستارت اب؟ لا، وبتحل اسئله عند الناس كلها، اسئله بسيطه جدا ومحدش بيلاقي لها اجابه. بالظبط بالظبط، هي دي الحقيقه. الحته مثلا على سبيل المثال بتاعت مقاولين النقل والتراكنج اندستري، طبعا دي فيها كارثه من الكوارث يعني، فبدات ما شاء الله شركات كبيره قوي وكتير قوي تفتح الحته دي، نقله وتريلا وكر وايلا والكلام ده، وكل واحد برضو شغال بموديل مختلف، مش كلهم شغالين بنفس الموديل. وفي ناس مركزه على الكونستراكشن اندستري، وفي ناس مركزه على الاف ام سي جيز، في ناس مركزه على الالكترونكس وهكذا. ولكن خلاص الموضوع بقى بسيط، لو انا عايز اي نوع من انواع العربيات اللي بتشيل اوزان كبيره اللي بنسميها الهيفي يعني تراكنج، طلع الموبايل اب، انا عايز النهارده عربيه الساعه 4 تشيل كذا قدام المخزن الفلاني او قدام الميناء الفلاني، تركب الموبايل اب العربيه جت. غير بقى هسل مقاولين النقل اللي كان موجود، طبعا في جزء اوبريشن اوف لاين كبير لحد دلوقتي، ولكن انا كاند يوزر فانا عندي يوزر اكسبيرينس لطيف، بطلع الموبايل وبشوف القصه دي عايز اشتري. انا بعمل ده حتى في الصمت لما بكون عايز على سبيل المثال اجيب بين باجز، فكلمت اوكا انا عايز عربيه كبيره تشيل لي 500 بين باج، فراح جايب من كذا لكذا، من مكان من اكتوبر لحد ما جري كريك كامبس. ده اللي حصل، يروح جايب رايح المحل حط الحاجات دي جاي لي، وانا دفعت الكترونكس وشكرا. فالموضوع بقى مختلف تماما يعني عن الاول. حتى الجزء بتاع الريفرس لوجيستكس والريسايكلينج والحاجه دي حته كبيره قوي، وبرده مودلز مختلفه، في ناس بتاخد الاجريكلتشر ويست تاخده وتعمله ريسايكلينج لانواع من الاخشاب، في ناس بتعمل حاجه بديل عن البلاستيك عشان البلاستيك لسه فيه اضرار، في ناس بتعمل حاجات بتاخد تعمل ريسايكلينج للالكترونكس، هم مثلا ريسايكلوبيكيا، بس لو انت عندك موبايل لابتوب تلفزيون اي حاجه هم بياخدوا الحاجات دي بيعملوها ريسايكلينج. فطبعا الريفرس لوجيستكس او ريسايكلينج جزء كبير من السبلاي تشين عندنا. الجزء بقى بتاع المانيفاكشنج، عشان كان في حد بيسالني هو ازاي احنا ممكن نعمل حاجه في التصنيع. انا معاك ان الموضوع مش هيبقى تصنيع، ولكن الناس بدات تستخدم التكنولوجي عشان خاطر تزود الافشنسي وتقلل الويست. فعلى سبيل المثال نايتك دول بيستخدموا الاي او تي وبيبداوا يطلعوا ريبورتس على طول تقول نسبه الافشنسي قد ايه، والمفروض تعمل مينتننس كل قد ايه لانهي متى. فهو هدفه والاوبجيكتيف بتاعه ان هو يزود الافشنسي من 40% مثلا ل 80 90% ثرو الاي او تي والانترنت اوف ثينجز، وحبه التكنولوجي بتستخدمها منها هاردوير ومنها سوفت وير. ده اللي في حد بيسال. Do you know any startup focusing about the handover between between كل الفانكشنز؟ في بس لسه ما خدهاش كلها، بس في كذا حد يعني على سبيل المثال في شركتين عملوا اللي انت بتقول عليه ده كده ما كملوش. وباي ذا واي برضو عشان الناس واضحه وصريحه، 95 اكتر من 95% من الشركات عادي جدا انا هفتح ستارت اب مش هبقى مليونير في النت. الناس دي تعبت كتير قوي عشان خاطر توصل للموديل اللي ما يخليهاش تقفل، وعملت ريزنج فاندز كتيره قوي عشان تعرف تسستين. وفي ناس كتير قوي فتحت وغيرت الموديل بتاعها عشان مش نافع، وهو كان فاكرها ان هي احسن فكره في العالم. اول ما بدا ينزل ويعمل حاجه اسمها ماركت فاليديشن، او يبدا يشوف بقى البروبلم سولوشن فات، انا عندي مشكله وادي الحل بتاعها، البرودكت ماركت فيت، عندي برودكت لما اجي انزل السوق هيفيت مع الناس ولا لا، اكتشف بلاوي، اكتشف ان هو بيقوله دوت مش نافع.
فنسبه كبيره قوي 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 من الستارت ابس بتفشل، ولكن اللي بينجح منهم هو اللي فعلا عامل دراسه كويسه للسوق، وساعتها هو بيقوم في حته ثانيه خالص. اخر حاجه بس هنقفلها على طول عشان قفلنا السلايد دي، انا اسف رغاي شويه بس هحاول ان كونكلود. بالعكس احنا مستمتعين جدا. طب يا جماعه لو زهقتوا بس قولوا لي ماشي. مجسم دول مثلا، بس على سبيل المثال في الحته بتاع التصنيع بيعملوا 3 دي برينترز. طبعا الناس عارفه موضوع 3 دي برينتر ده، يعني انا ده اللي رساله الدكتوراه بتاعتي، هو موضوع عظيم. يعني دلوقتي بدل البرينتر عادي انت بتدخل ورقه وتكتب عليها حاجه والحبر وتلعب ورقه مكتوب عليها، فالموديل دلوقتي انك حضرتك بتدخل رو ماتيريال وبتعمل ديزاين اللي انت عايزه يتعمل على البرينتر وبتطلع فينش برودكت. فانت قطعت السبلاي تشين كلها، دخلت حبه رو ماتيريال طلعت فينش برودكت، الموضوع انتهى. فده عمل ديسربشن بشع في المجال. و3 دي برينتنج ليها تطورات، يعني في ناس بتعمل بيها بس بروتوتايب، في ناس بتعمل بيها حاجه زي احنا لما بنروح مثلا بنلاقي الموبايلات موجوده، في موبايلات حقيقيه وفي ماكت، وفي ناس بتعمل اعضاء بشريه حقيقيه تطوراتها الاخيره، في ناس بتعمل كونستراكشن وبنعمل بيوت ب 3 دي برينتنج. اذا 3 دي برينتنج كبير، بحر لا ينتهي. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي غيرت شكل التصنيع، عشان كده بقول لكم ان 3 دي برينتنج غيرت البرودكشن وهكذا بقى. فكل حد بيعمل حاجه مختلفه من وجهه نظره وشايف ان هي ممكن تضيف حاجه. الجزء بقى بتاع الاي ار بي سيستم والسوفت ويرز والكلام ده كله، لو احنا قلنا ان ساب واوركل والحاجات اللطيفه اللي احنا بنستخدمها دي، بس دي غاليه، في ناس مش قادره تظبط ده بقدر الامكان. ففي حاجات ثانيه طلعت مختلفه، في سوفتك مثلا، سوفتك من الشركات العظيمه اللي بتعمل روت اوبتمايزيشن للشركات اللي عندها فليت. فعلى سبيل المثال انا هقول لك، انا هدي لك سوفت وير يحسب لك انت احسن طريق تمشي فيه ايه كحد عنده عربيه وهيمشي يروح من هنا لهنا. فهي بدات تشتغل مع الستارت ابس كتيره، وشغاله مع مايلرز، وشغاله مع كذا شركه بتعمل لها الحته بتاعت الروت اوبتمايزيشن، عندها كذا فكره. ار اف اي دي على سبيل المثال برضو دي شركه مصريه، وشغاله بالار اف اي دي وبتعمل بيه كل حاجه، وباي ذا واي هتعمل روبوتس دلوقتي ان شاء الله يعني. وهيجوا حتى في الصامت هيطلعوا الروبوتس على الستيج، وان شاء الله ما تقعش يعني تمشي كويس. بس يعني بدا مصر تختلف شويه عن زمان، ان احنا بس بنشوف الروبوتس والناس اللي بتتحرك دي بره مصر، لا في مصر ناس وبتعمل حاجات قويه ومختلفه. فاللي احنا بنتكلم عليه ان هو دول يا جماعه السيكتورز، وفي حاجات ثانيه على فكره لسه ما اتعملتش، معموله بره لسه ما اتعملتش هنا في مصر، ولكن دي سيكتورز في مصر بدات تتوسع كتير قوي. وعلى فكره انا بعمل دايما بابديت الماب دي كل سنه، السنه اللي فاتت او اللي قبليها ما كانش في نص الشركات دي. فاحنا بنكبر بشكل مرعب في الحته بتاعت الستارت ابس. طيب اتمنى تكون عجبتكم الماب دي. وده دراسه معموله بره جلوبال، يعني بتقول ان السي اي بي او الكورير اكسبريس بارسل دي من اكتر الحاجات اللي بتجيز فند في العالم، اللي هي مينلي شركات الدليفري والحته اللي شغاله على الاي كوميرس في العالم، من اكتر الحتت اللي بتقدر الستارت اب ساعتها تريس فاند. ليه؟ هو بيحسب لك دايما حاجتين، هتلاقوا عندنا حاجه اسمها الماركت سايز والجروث ريت، الانيوال جروث ريت. فالانيوال جروث ريت بتاع شركات اللاست مايل ديليفري هو من 8-9%، فده رقم كبير، ولكن الماركت سايز بتاعه صغير. ليه؟ لانك دايما بتبقى انلاند، يعني دايما بتبقى في المحيط بتاع الدوله مش بره. ولكن من اكتر الحاجات اللي بتريس فاند، وحتى لو تاخد بالك ان من اكتر الحاجات اللي موجوده في الماب الشركات بتاعتها اكتر، وكل يوم شركه لاست مايل بتفتح وماركت كبير. ليها رقم اثنين الجزء الخاص بالاوشن والاير فريت، هو الترانسبورتيشن عامه ماركت سايز بتاعه اكبر، لان هو مين اللي بيسيرف جلوبالي، لكن الانفستمنت فيها لسه مش اعلى حاجه، لان لسه ما حدش قادر يعمل حاجه مختلفه تعمل ديسربشن قوي في الحته دي. يليها بعد كده الحته بتاعت الوير هاوسنج، الوير هاوسنج من الشركة بدأت تزيد والجروث ريت بتاعها يعني كبير، عشان خاطر بتسيرف على الاي كوميرس واللاست مايل، فبقى في كتير شركات بتعمل وير هاوسنج فولفيلمنت سنترز، فدي برده من الحاجات اللطيفه. هاويفر ان الماركت سايز بتاعها برده مش كبير زي اللاست مايل كده. والحته بقى بتاعت التكنولوجي والبلوك تشين هي محطوطه تحت، هي لسه الماركت سايز بتاعها لسه بصي قد ايه صغير جدا، فبس لسه هيكبر يعني مع الوقت. فلو الناس تشوف كده ان جلوبالي الناس بتهتم بايه؟ بتهتم تقريبا كل حاجه في السبلاي تشين، ولكن اكتر الناس اللي بتريز فاند هي الحته بتاعت الايه؟ اللاست مايل.
وخلينا نيجي للسلايد دي عشان دي مهم قوي نقول للناس بقى حبه الارقام اللي احنا كنا بنتكلم عليها. دي يا جماعه ستارت ابس عملت فريزنج فاندز بالارقام. لو حد معاه كالكوليتر بس كده يحسب لي 116 مليون دولار دول يعني كام مصري؟ عشان انا كنت ادبي مش عارف. فمكسب التوتال فاندنج اللي خدته 116 مليون دولار، تريلا اللي هي بتاعت التراكنج 42 مليون دولار، كابتر اللي بتعمل سولفنج للمشكله اللي ما بين المصانع وما بين الهول سيلرز والريتيلرز 33 مليون دولار، بوستا اللاستمر دليفري واللي عندها فولفيلمنت 9.5 مليون دولار. دول يعني على فكره هو في اناليسيس كده معموله ايه اكتر الشركات اللي بتعمل ريزنج فاند عامه بقى في كل المجالات، فلقينا ان تقريبا 50% منهم شركات لوجيستكس. فدي حاجه بصراحه مبهجه لان لوجيستكس فيه مشاكل كتير والماركت بتاعه. فحد حسب يا جماعه رقم يعني الله اكبر طبعا. ده في ناس حسبت. اوكي ما شاء الله. انا برضو مش عارف رقم البليون ده رقم كبير. ربع مليار؟ لا مش 15 مليون دولار، استنى. لا هو مليار، مليار وشويه. 116 مليون دولار. 116 مليار ونص؟ بلاش. يعني حاجات شكليه. طيب الناس دي بتاخد فلوس ازاي؟ او بناء على ايه ابدا اوصل بالشركه بتاعتي ان هي تقدر تريز كل الميز؟ ببساطه شديده نفس اللي احنا قلناه في الاول خالص. انت لو عايز تبقى ستارت اب وتعمل ديسربشن في الماركت لازم تكون عندك انوفيتيف ايديا، لازم تكون بتحل مشكله فعلا موجوده في السوق والناس تبقى محتاجاها، لازم تكبر بشكل سكيلبل وواضح ان البيزنس بتاعك دوت مش بس 50 بني ادم عايزه او 100 شركه عايزاه او 2000 بني ادم محتاجينه، لا انت لازم تبقى عارف ان الماركت سايز بتاعك كبير وتقدر تكبر وتنتشر من غير ما تكلف نفسك كوست. هو ده اللي الناس بتبص عليه وبناء عليها الانفسترز بيبداوا يدفعوا الارقام دي. ولكن لو احنا النهارده متحمسين وعايزين نبدا، مفيش حاجه اسمها ان احنا نبدا بليفل الانفسترز. خليني اقول لك الليفلز البسيطه اللي احنا بنبدا بيها دي اخر سلايد عشان خاطر تبقوا عارفين احنا المفروض نبدا ازاي. ففي حاجه اسمها الانتربرينور شيب ايكو سيستم. الايكو سيستم ده اللي هو مجتمع رياده الاعمال اللي موجود في مصر اللي يقدر يساعدك تمشي بالستبس بتاعتك واحده واحده. فاحنا عندنا كذا حاجه. اول حاجه الكومبيتيشنز او مسابقات اللي موجوده في رياده الاعمال. ايه يا جماعه المسابقات ده؟ ببساطه شديده ان حضرتك بتحضر الفكره بتاعتك، يبقى عندك فكره جاست ان ايديا، تعمل لها دراسه بشكل بسيط والفكره دي بتبدا تقدم في اي كومبيتيشن من مسابقات رياده الاعمال وتعرض الفكره بتاعتك في 5 دقائق قدام جادجنج بانل. المسابقه دي بتستفيد منها حاجتين، اولا بتاخد فيدباك على الفكره بتاعتك، هل الفكره بتاعتك دي كويسه ولا لا؟ محتاج تظبط فيها حاجه ولا لا؟ فبتاخد فيدباك من الجادجنج بانل. والحاجه الثانيه لو كسبت بتاخد فلوس. الفلوس دي ممكن تبقى 200,000 جنيه، 500,000 جنيه، مليون جنيه، في مسابقه من ضمن المسابقات بتاخد مليون دولار. فانت تتخيل كده انك عندك فكره والفكره دي ممكن تكسب بيها في كومبيتيشن مليون دولار. الدولار دي انت تقدر تعمل بيها اي حاجه بقى، عندك سيوله تبدا بيها حتى وتعمل بروتوتايب وهكذا. فبلاش مليون دولار، احنا بنتكلم على مليون جنيه وبنتكلم اقل من كده. انت ما عملتش اي حاجه غير انك عندك فكره مختلفه، عملت عليها دراسه او فاليديشن، سالت الناس ان هل في فعلا عندها نيد ولا لا، وانا عليك طلعت عملت برزنتيشن بشكل حلو في 5 دقائق. ففي مسابقات في مصر كتير قوي، اكتب بس مجرد كومبيتيشنز او انتربرينورشيب كومبيتيشنز ان ايجيبت هتلاقي كتير. احنا في الاكاديميه عندنا كومبيتيشن، في كذا كومبيتيشن بتتعمل. فقدم بس كده ويبقى عندك ايه فكره كويسه واعملها فاليديشن بسيط وابدا اعملها برزنتيشن. طيب دي اول خطوه. الخطوه الثانيه حاجه اسمها الانكيبيترز او حاضنات الاعمال. ايه حاضنات الاعمال؟ هي عامله بالظبط زي الحضانه بتاعت الاطفال، ان احنا بنستلمك بنقعد معاك حوالي 9 شهور او سنه، بتخش وانت عندك حاجه اسمها بروتوتايب. بروتوتايب ده اللي هو نموذج اولي، يعني مش مجرد فكره بس، لا انت عملت ستيب بعد الفكره فبدات تعمل حاجه شبه البرودكت بس مش الفينش برودكت. يعني عندك نموذج اولي للبتاع، ايفن الموبايل ابلكيشن بس مش كامل، حاجه هاردوير عايز تعملها بس مش بكل الفيتشرز. فانت عملت خدت ستيب. فبناخدك احنا بالستيب اللي انت عملتها دي لمده 9 شهور، ندي لك تريننج ومنتورز وكونسلتيشن وندي لك فلوس عشان تعمل بروتوتايب، والكلام ده كله بيبقى فور جرانتس. انا ما باخدش منك اي حاجه خالص غير انك بتبقى طالع من عندي بقول ان ده اتخرج من الانكيبيتر الفلاني.
فبتقعد سنه وبتعمل في الديمو دي برزنتيشن للسنه اللي انت عملتها دي، وبتاخد مثلا افريج حوالي 100 200000 جنيه دول فور جرادز. دي الانكيبيترز او حاضنات الاعمال. وفي حاضنات اعمال جنرال وفي حاضنات اعمال متخصصه في مجال السبلاي تشين زي الانكيبيتر اللي انا قلته. طيب في ستيب بعد الانكيبيتر اسمه اكسلريتد او مسرعات الاعمال. ايه ده؟ ده الستيب اللي بعد الانكيبيتر اللي هو اوريدي خلاص انت اتخرجت من الانكيبيتر وشغال وبدا يبقى عندك تراكشن وعندك ريفينيو وعندك كاستمرز، ولكن عايز تبدا تكبر شويه، عايز تبدا تفتح فروع شويه، عايز تكبر اليوزرز بتوعك، النمبر اوف داونلودز، عايز تفتح كذا فرع. فبتبدا المسرعات دي بتاخدك برضه في بروجرام كده زي الانكيبيتر، بس بدل ما تديك 200,000 تدي لك مثلا مليون جنيه. بس مليون جنيه دي مش فور جراند، بتاخد منك نسبه من الحصه، حصه من الشركه على سبيل المثال مثلا 10%. فهو بيستفيد ايه؟ بيدي لك مليون جنيه رقم اكبر، وبيدي لك تريننج ومنتشيب وهكذا، ولكن لما الشركه دي تنجح هو بياخد 10% من الريفينس بتاعتك او من الماركت بتاع الشركه بتاعتك، فهو بيستفيد وانت بتستفيد. ده كده الاكسلريت. في فتره من فترات بتقابل حاجه اسمها الانفسترز او البي سيز او اللي هم الفينشر كابيتالز. دول الناس اللي معاهم فلوس بتوصل للارقام اللي احنا شفناها دي. ساعتها بقى بيبقى الديل مختلف شويه بقى، انت بقى بتقعدوا بقى ديو ديليجنس كده فتره عشان ده ديل كبير انا هدي لك ملايين وانا هاخد ايه مقابل الملايين دي وهكذا. اذا ببساطه عشان خاطر برضو الناس تبقى لو عايزه تفكر تمشي اند بروسس، ابدا اعمل فكره كويسه، جمع التيم، لان التيم ده من اكتر الحاجات المهمه في الكوكب عشان خاطر تعرف تريز فاند او حتى عشان تبدا توبريت في البيزنس بتاعك. سيبك من الفاند ريزنج دوت، هو ده اوبشنال يعني مش شرط، ولكن ده بيسهل الدنيا شويه. فالتيم على الاقل يكون مكون من اثنين، واحد كوميرشال فاهم في البيزنس، واحد تكنيكال فاهم في البرودكت اللي بيبقى فيه تكنولوجي. فدايما هما الاثنين دول الاساس. والله عرفت اتكبر عن كده اوكي، ما عرفتش خليهم هما الاثنين دول في البدايه. وابدا خش كومبيتيشنز وابدا شوف الانكيبيترز المتخصصه اللي ممكن تاخد الفكره لو انت عندك فكره كويسه، وابدا خش في اكسلريتورز. مش عايز تخش على كل الكلام ده وانت عارف انت عايز تعمل ايه، تبدا اورجانيك تجذري يعني. فكل دي اوبشنز، احنا بس الكلام ده ما كانش موجود زمان، الكلام ده بقى موجود دلوقتي، والناس بتسبورت سبورت عنيف او عشان خاطر مجرد ان لا احنا محتاجين نقوم رياده الاعمال في مصر، خاصه لان هي موجوده في الخطه الاستراتيجيه اصلا بتاعت مصر في موضوع رياده الاعمال. فحتى هتلاقي ان بدايه من الرئيس، وهتلاقي كل الوزارات، وهتلاقي كل الجامعات، وهتلاقي كل الحضانة مهتمين برياده الاعمال. في اكتر من 8 وزارات في مصر مهتمين برياده الاعمال، وزارات. وبالتالي كل الموضوع الناس بتحاول سبورت بشكل كبير. يعني ده ببساطه شديده، اتمنى ان انا ما اكونش ازعجتكم وما اكونش طولت عليكم، وانا يعني ويلنج لو في اي اسئله معاك. نقفل ده. هو في اسئله في الشات عايزين ناخدها بعد اذنك يا هشام. شوف فين بقى احنا دلوقتي، نبدا منين بالظبط؟ You mentioned that most of startup failed. Do you have any details about the reasons? طبعا. الاكثر، بص هو في اكثر من 25 سبب لفشل الستارت ابس في العالم، ولكن خليني اقول لكم الاسباب الاساسيه. اول سبب من الاسباب الاساسيه هو التيم، زي ما قلنا. يعني التيم ده يا نجحك وديك في حته ثانيه خالص، يا ما يقومش اصلا. فبعد اذن حضرتك عادي جدا جدا انك مش شرط التيم بتاعك يبقى قريبك، او يبقى واحد صاحبك انت قعدت معاه القهوه فقلت له الفكره بتاعتي فكسفت ان هو ما يبقاش عندك كوفاوندر. عادي خالص والله. فنقي التيم بشكل مظبوط، لان الناس دلوقتي او الانفسترز، العفو ربنا يخليك، شكرا. الناس دلوقتي وهي بتبص على الستارت اب بتقيم كذا حاجه، من ضمنها التيم، ده بريورتي نمبر 1. تمام. الحاجه الثانيه ان في ناس دايما، يمكن حتى اكرم صاحب بيقولها، بتقع في غرام فكرتها، فهي فاكره ان فكرتها دي مفيش زيها في الكوكب وهو هيحتل المركز الاول، وبيجي يقول لي خلي بالك يا دكتور انا عامل حته ستارت اب مش موجوده في العالم، في العالم واثق، وانا بس مجرد ان انا بفتح بلاي ستور او اب ستور ونعمل سيرش على حاجه زي اللي هو بيعمل، نلاقي 50 60 شركه شبهه. فلو سمحت دو يور هوم ورك شويه، وخش اعمل سيرش كويس، ودايما يبقى عندك كومبتيتيف ايدج، مهم قوي الكلمه دي، لازم يكون عندك ميزه تنافسيه مش زيك زي الناس. لان باي ذا واي دي اول سؤال هيتسال لك برضه، طب وحضرتك طب ما ده بيعمل كذا، انت مختلف عنه فين؟ الحاجه الثالثه، لازم الموضوع يكون قايم على نيد حقيقيه، نيد ودي اعمل لها دراسه يعني قويه بكل الناس اللي هتتعامل معاها عشان خاطر تبقى عارف ان دي فعلا ناس محتاجاها. في ناس كتيره برضو غير ان هي بتحب الفكره بتاعتها، هي برضو مالهاش نيد. يعني انت
بتعمل ده وبتبذل مجهود وبتبذل وقت وتصرف فلوس وبتجمع تيم وبتقعد في الاخر الموضوع اصلا ملوش ديماند في السوق. والفلوس من اخر الحاجات اللي تفكر فيها ان هي دي ممكن تفشل الستارت اب، لان الفلوس زي ما قلت لكم كتير موجوده كتير، انت بس خليك انت شخص عارف انت بتعمل ايه. وحاجه من ضمن الحاجات على فكره ان انت الشخص ممكن ما تبقاش كوميرشال مايند سيت قوي انك تفتح بزنس البزنس بتاعك. وعلى فكره انا واحد من الناس دي، انا عارف ان انا لو فتحت بزنس مش هبقى انا مش تجاري، مش بعرف ابيع، فانا بحب التعليم وبحب التدريس، انا مهتم بده. فمش شرط ان كلنا نفتح الستارت ابس، ففي ناس نفسها تبقى فاكره ان هي ستارت ابس انتربرنور شاطره، بس هي ربنا مش مديها الملكه دي، او يبقى معاك فلوس تجيب ناس تفكر لك، مش مشكله. فدي طبعا كلها من الاسباب اللي احنا بنشوفها، ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الستارت ابس تفشل. طيب نشوف باقي الاسئله. ده في الكويستشنز، ثانيه واحده طبعا هجيب خلاص بس الاول تشات. لو انت شايفه حاجه برضو شيرين قولي لي. فينتشر كابيتالز دول الفي سيز يا جماعه، دول اللي هم مجموعه مستثمرين في بعض، يعني مش مستثمر واحد، لا ده زي اسوسيشن كده مجمعين فيها انفسترز مع بعض، فطبعا بيبقى الفلوس اللي الناس بتضخها اكبر. شويه فكه ماشي. ازاي تبدا تفتح نيو برانش في جيرماني وفي يوروب؟ ده بقى على حسب نوع الستارت اب اللي بتعمله، يعني انت عايز تصدر ولا عايز تفتح فرع بره، فهل يكون انت مهم تكون متواجد ولا يكون عندك وكيل؟ فممكن نبقى يعني نتبادل الكونتكس لو في اي حاجه، وخلينا نقعد نشوف كده ممكن نعمل ايه مع بعض، انا اكيد محتاج اعرف تفاصيل مينلي يعني مينلي. لا الكانفاس للاسف لازم يكون مصريين. انت قصدك تكون مصريه ولا لا؟ رضا قصدك تكون يعني انت مصري ولا لا، ولا لو انت عايش بره مصر؟ فيعني احنا غالبا بندي فند بيبقى مدعم من الحكومه، فالحكومه دايما بتشترط علينا ان الستارت ابس يكونوا مصريين. فيعني ردا على السؤال ده. شكرا لكم. شكرا 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 شكرا. طيب we already have 2 years in Egyptian market. Thanks for your efforts. ميرسي جدا والله، ربنا يخليك. Thank you. Thank you. شكرا لكم. Topics to be discussed in summit. لا هو في اكتر من 200 سبيكر. فكل ما له علاقه بالسبلاي تشين هتلاقي. تمام. طيب دي كده الشات الكومنتس. هو بس في Q&A الفرص فين يا دكتور؟ ما انا دخلت دلوقتي في Q&A دلوقتي. How to assess any contribution such as sweet quality shares calculation. في بقى جزء كبير قوي اسمه الفالويشن، اللي هو انت بتقيم او الناس بتقيم شركتك بكام، والفاوندرز اللي داخلين معاك هياخدوا كام من الشيرز بتاعك. ده بقى بيبقى موضوع كبير برضو، الفالويشن ميثودز دي ليها كذا طريقه، وعلى حسب كل حد هيخش يسبورت بايه، والانبوت بتاعه هيبقى عامل ازاي، وهو داخل اصلا بقى يعني ممكن يبقى 50% و50%، ممكن يبقى 80 20، ممكن يبقى 10 90، ده فيها كذا حسبه، عشان خاطر الموضوع بتاع الكو فاوندرز بالذات ده بيعمل مشاكل كتير، ومحتاجين تظبطوها صح اكوردنج لحاجات كتيره، فدي برده محتاجه قعده طويله يعني. شريف ممكن تبقى تبعت لي حتى على الماسنجر او على اي حاجه نقعد نتكلم فيها الموضوع. طيب كودي بليز دكتور هشام تيل ذا نيم اوف لوجيستيك سوفت وير ريكوستنج اتراك سوفتك. ده يعني ريكوستنج اتراك، في ناس بتوع تراكنج اندستري دول زي تريلا وتراكر، وانا ممكن ابعت لكم الماب دي او ابعت كده برزنتيشن لسيمبيوس هم يبقوا يشارك يعني معاكم. بعد اذنك محتاجين نعملها شير. نعمل ايه؟ نعمل لها شير. لا خلاص على طول نعمل لها شير وناس شير. هتلاقي كل سيكتور فيه الشركات بتاعتها. طيب الفرص فين؟ الفرص في كل مجال اللوجيستكس ده حرفيا والله بجد، يعني من اكتر السيكتورز اللي الناس بتقول عليها لا اشتغل عليها واحنا هنبسط فيها هو اللوجيستكس سبيشالي. بصوا يعني هي دي ليها كذا حاجه، يعني انا مش عايز اقول لاست مايل لاست مايل لاست مايل عشان خاطر هي اوريدي الموضوع بدا يكتر،
في حاجات كتير قوي في السبلاي تشين محدش لسه تاكلت. يعني احنا بنقول مثلا البروكيرمنت شركه واحده، الفريت فوروردنج شركه واحده، الحته بتاعت البرودكشن شركه ولا اثنين، الاي كوميرس خمس ست شركات. فاحنا لا احنا محتاجين نكبر، لسه في اوبورتونيتيز كتير قوي في كل الماب دي، امسك اي واحده في الماب دي وابدا تعمل فيها. فلا في كتير، اهم حاجه تبقى عارف البين فين، الفرص موجوده في كل سيكتور من السيكتور زي ما قلنا، طلع المشاكل وبناء على المشاكل دي ابني السولوشن بتاعه. طيب يعني دي تقريبا معظم الاسئله. Please share the presentation or for sure يعني ان شاء الله. اول ما خلاص على طول هنعمل شيرنج للبرزنتيشن. كل اللي انا عايز اقوله لكم بس يعني كونكلوجن كيف نحصل على التسجيل، انهي تسجيل؟ بس عشان ابقى فاهم، تسجيل الشركه بتاعتك يعني؟ ولا تسجيل ايه؟ مش عارف نشوفه. كل اللي احنا عايزين بس نظبطه، في ناس كتيره مش في دماغها ده، احنا كناس بسطاتش يعني عندنا كارير باث واضح، انا عايز اروح اشتغل في البلاننج في البروكيرمنت في اللوجيستكس في الوير هاوسنج، عايز ابقى بلانر اشتغل في شركه اكس واي زد، وده حقنا وحقك طبعا ما فيش اي مشكله. ولكن اللي انا بس عايز اقول لكم خلينا كده ننور ان في اوبورتيونيتيز ثانيه، ان في حاجات ممكن نشتغلها ان كيس ان انت ما لقيتش الوظيفه اللي انت محتاجها، او ان انت اوريدي باشنت اباوت ان انا افتح ستارت اب ليه. وباي ذا واي انت ممكن تبقى طالب في الجامعه وتفتح الستارت اب، ممكن تبقى خريج وتفتح الستارت اب، ممكن تبقى شغال وعندك اكسبيرينس بناء على الاكسبيرينس دي شفت فين معين في الاندستري ففتحت عليه ستارت اب، ممكن تفتح الاثنين مع بعض تبقى شغال عادي فول تايم وشغال في الشركه بتاعتك، بس ات سام بوينت محتاج تشيل تعمل شيفت ما بينهم، يا تختار دي يا تختار دي. ففيها ريسك، فيها ريسك عشان برضو ما نبقاش يعني بنتكلم في دايما اليوتوبيا. هتاخد قرار انك هتسيب الشركه بتاعتك وتفتح شركتك، والله اعلم الشركه دي هتنجح ولا هتفشل. عشان كده بقول لك في ريسك، ولكن دايما مقابل الريسك دوت في اوبورتيونيتي ممكن تفتح لك انت مش متخيلها. الناس اللي ريزت مليار يعني ملايين الدولار دي ما كانتش متخيله ان هي توصل، وده لكن اشتغلت عليها، عندها فكره كويسه، عندها تيم كويس، والناس كلها دلوقتي بتسبورت من حواليها. شكرا جزيلا لكم، شكرا دكتوره شيرين، والله تعبناكي، وانا اتبسطت ان انا كنت موجود معاكم، وان شاء الله يعني نحاول نقابل كل الناس في شهر 3 بقى مع بعض، سواء في الكونفرنس بتاع سي بي اس او سبلاي تشين سامت. شكرا على وقتك يعني، شكرا شكرا لكل الناس اللي معانا، وكمان يعني احنا ان شاء الله ده كوميونيتي واحنا موجودين كلنا عشان نساعد بعض، وانا عارفه هشام هاو بيزي يو ار، فكتر خيرك، الف شكر ليك. والله شرف ليا وانبسطت والله بجد ان انا كنت معاكم، وهروح بقى اكمل مرمطه. ربنا يديك الصحه والعافيه. شكرا يا جماعه، شكرا لكل الناس اللي معانا، تصبحوا على خير، السلام عليكم، مع السلامه.